السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوي فهد فضل معي اليوم بإذن الله راح نسلم سفارتنا، وبإذن الله أننا نكون قد وفقنا في هذه السفارة، ونتمنى الخير اليوم في بساتين. اليوم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نكون مع تسليمة عمادتك. بعد توفيق الله عز وجل في هذه السفارة المباركة، وأتمنى السفراء القادمين أن يعملوا ويجتهدوا في هذه السفارة، لأنها أجرها عظيم جدا جدا عند الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. تب أمورك كلها تتيسر، أعط واتقي وتصدق، هذه كلها الله وعد فيها في القرآن الكريم. مهموم تعبان فيك اللي فيك، تصدق الصدقة، الصدقة تبي الابتسامة تصدق، داو تبي الفرج تصدق. أحسنت. فما بالك في وقف الأم، الله يجزاك خير، في أطهر بقع في الأرض تمشي إلى مماتك صدق، لو بريال أو ريالين أو ألف ريال أو تنشر أو تنشر بعد. فهنيا من تصدق في هذا الوقف، الله يجزاك خير فهد، ونتمنى توفيق لكم في الأيام الجاية. شكرا يا شباب، بإذن الله، اللهم أمين. شكرا. القهوة تحتريكم يا شباب مع الحلا. ايش صار على تركيا؟ كم لها تحتريها؟ بس انا راسلها واتساب، قلت انا ترى عندي شغله جوال يعني واتساب. يا اخي شباب.